طبعا كل واحد فينا وهو ماشي في الشارع كده بقى بيلاحظ انه عندنا ما شاء الله الله اكبر يعني سياح من كل دول العالم، سياحه خليجيه وسياحه اوروبيه، جنوب شرق اسيا، في حركه وحركه قويه، ودي حاجه يعني احنا بنسعد بيها كلنا لانه احنا عارفين يعني ايه سياحه، وعارفين كم بيت في مصر كان متضرر من اللي حصل وازمه كورونا، ومن بعدها الحرب الروسيه الاوكرانيه، ومن قبلها حاله عدم الاستقرار اللي كانت موجوده يعني في مصر في فترات سابقه، وازاي كل الناس اللي كانت بتشتغل في السياحه كان حالهم واقف وكانوا متضررين. والسياحه الحقيقه مش بس كمان بتمس الناس اللي بتشتغل في السياحه، الا انه هي زي ما كنا بناخد في المدارس كده زمان دخل قومي لمصر، فانه نشوف عدد السياح ده موجود في كل مكان بتبقى حاجه تفرح الصراحه. واحنا طول الوقت متعودين على الاقصر واسوان والغردقه وشرم الشيخ، السنه دي كمان شايفين انه العين السخنه دخلت معاهم. والسنه اللي فاتت كل اللي كان بيروح الساحل الشمالي وبيشوف اعداد السياحه الخليجيه هناك كان بيبقى منبهر. الاعداد دي السنه دي ما شاء الله في زياده، وموجودين بطاقه استيعابيه كبيره، وبقينا بنشوف التقارير والتصاريح اللي بتطلع حوالين زياده عدد السياح. خليني اقول لحضراتكم انه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء اعلنوا عن استقبال مصر ل 1,035,000 سائح خلال ابريل 2023، وده اعلى معدل شهري للسياحه اللي جت مصر في تاريخنا. على حسب هذا التقرير المعلوماتي لمجلس الوزراء، خليني اقول لحضراتكم انه الحكومه متوقعه استقبال من 15 ل 16 مليون سائح بنهايه هذا العام، الا انه التوقعات، وده مش كلامي، كلام كل الاخبار العالميه، انه لو مشينا بالريت اللي احنا ماشيين عليه ده او بهذا المعدل هتتحقق هذه التقديرات الخاصه بالحكومه وهنعديها كمان. فالحقيقه انه ازاي ده بيحصل؟ واحنا ايه اللي خلانا نقدر ان احنا نسترجع السياحه، ومش بس كده كمان نقتحم اسواق سياحيه مصر ما كانتش موجوده فيها؟ يعني اعتقد انه في معارض كتير اتعملت والاجنحه المصريه فيها كانت مميزه جدا، والناس بتيجي لحد الحضاره المصريه وكل اللي بيبقى ماليها بيبقى انبهار. لما تدخل معرض وتشوف الناس ازاي منبهره بره بورصه برلين وفي دبي، والناس بتشوف دايما الجناح المصري دلوقتي بقوا بيحطوا فيه المتحف المصري الكبير، وازاي الناس يعني منتظره افتتاح هذا المتحف. خلينا نتكلم مع حضراتكم بالتفصيل عن الخبر ده مع احد المتخصصين، معنا الخبير السياحي مجدي صادق. مساء الخير على حضرتك، ولو نفهم الساده المشاهدين ايه الاسباب والعوامل اللي خلتنا نرجع تاني باعداد السياحه للاعداد دي؟ احنا بنتكلم على تقديرات للحكومه باستقبال من 15 ل 16 مليون سائح السنه دي. مساء الخير يا استاذه يدير، ومساء الخير على مصر اقدس ارض التي تجلى عليها الله سبحانه وتعالى دونا عن بقاع الارض، فهي مباركه. اهلا بحضرتك. بارك الجميع وبارك الله بتجليها عليه. طبعا ردا على سؤال حضرتك، وطبعا ما جاش الموضوع ما جاش كده يعني بالصدفه، وطبعا طبعا اللي حصل ان انتهت ازمه كورونا في العالم كله، فبدا التحرك وبدا السفر، وطبعا مصر انتبهت، وفخامه الرئيس السيسي هو اللي بدا هذه المبادرات واهتم بيها جدا، وطبعا دوله رئيس مجلس الوزراء تابع دائما توجيهات الرئيس، لان الرئيس حتى امبارح وهو بيتكلم قال ان هو من الحاجات اللي امر بيها تسهيل سياحه اليخوت، ان اليخت اللي بيمر من مصر ياخد فورا تصريح المرور ووجوده في مصر. وطبعا سياحه اليخوت دي من سياحات الأغنية ومن السياحات الهامه جدا لمصر، وغير ان سياحه اليخوت طبعا تم في تواسع، تم في تعاون، وفي بدانا نشتغل بشكل علمي اكثر في توسيع البلاد اللي بنجيب منها سياح، ما بقاش بس دول الاتحاد الاوروبي او امريكا، بقينا في دول ثانيه شرق اسيا ودول قريبه والبعيده. ده غير ان احنا طبعا عندنا للسياحه الخليجيه اهتمينا بيها، وتم تعاون كبير جدا ما بين غرفه شركات السياحه والقيادات السياسيه، وتم طبعا عمل قوانين علشان تسهل الشغل. ومن اهم حاجه اتعملت تم افتتاح مجموعه من المطارات، لان مصر كان ينقصها ان يتفتح مجموعه من المطارات
عشان تاخد طاقة استيعابية أكتر في السياح القادمين. فتعمل مطار سفنكس عشان سياحة الطيران الشارتر والطيران العارض، وتعمل مطار العلمين، وتعمل مطار سانت كاترين، وتعمل مطار فرانيس. فكان في شبكة مطارات اتفتحت لتسهيل الوصول للطيران بجانب شبكة الطرق، وكلنا طبعا حاسين بيها وعارفينها، اللي خلت تسهيل الانتقال. بدل ما السائح يقضي نص وقته في الزحام أو في الإشارات، بقى يقدر يوصل لمقصده السياحي بسهولة. بجانب ان في هتبتدي الفترة اللي جاية هيبقى في مهرجانات في منطقة الأهرامات، هيتعمل مهرجانات غنائية وفنية عظيمة، وفي حدث عظيم جدا 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 اللي هو افتتاح منطقة العالمين. منطقة العالمين كانت شغالة بطاقة أو بربع طاقة، هتشتغل بطاقة كاملة، وهيتعمل مهرجان كبير جدا ابتداء من 13 يوليو ل 26 أغسطس. هذا المهرجان مخطط له أن يجتذب من 1 مليون ل 2 مليون سائح. هتتقام فيه سباقات رياضية وعروض طائرات وقفز بالمظلات، وهيتقام حفل جوائز لتوزيع جوائز على البطولات اللي هيفوز بيها، اللي هم هيتعمل كرة شاطئية للرجال وللسيدات، وهيتعمل سباق طيارات وجيت سكي في المية، وهيتعمل حفلات فنية لمغنيين مصريين ومغنيين عرب ومغنيين دوليين. فهتبقى منطقة العالمين من 13 يوليو حتى 26 أغسطس وكمل الصيف كله، هتبقى من منطقة الجاذبة جدا 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 في الفترة القادمة. أنا متهيألي كمان يا أستاذ مجدي أكيد أنتوا ملاحظين أنه في زيادة على مسألة الساحل الشمالي ووجود السياح فيه، الحجوزات ابتدت، وأعتقد أنه الزيادة دي أكيد باينة عندكم في الحجوزات، فلابد أنه يكون في استعداد فعلا لهذا الموسم، استعداد مختلف لاستقبال كل السياح من جنسيات مختلفة خليجية أو حتى كانت دولية. أكيد طبعا احنا استعداداتنا قوية جدا كشركات سياحة، واحنا كغرفة شركات زي ما حضرتك قلتي حضرنا جميع المؤتمرات السياحية، من أول مؤتمر الفطور في إسبانيا، وبعدين الورلد ترافل ماركت في لندن، وبعدين مؤتمر الاي تي بي في ألمانيا، ومؤتمر إيطاليا، وجميع المؤتمرات، أخيرا مؤتمر الاي تي ام في دبي. فجميع المؤتمرات السياحية كنا متواجدين فيها كغرفة شركات وغرفة فنادق، وبنبيع المنتج المصري، لأن طبعا السياحة ديت مورد هام جدا لكل مصري، لكل مصري. حضرتك بتستفيد من السياحة، كل اللي موجودين في الاستوديو بيستفيدوا، كل بيت مصري يا فندم، صحيح، كل مصري فيك يا مصري بيستفيد، إذا ما كانش بيستفيد مباشر أهو مستفيد من خلال الموارد المالية والعملات الصعبة اللي بتخش، اللي بتساهم في المستشفيات والمدارس والطرق وفي الاقتصاد، لأن دلوقتي أنت عندك السياحة هي يعني نقول يعني الصناعة الوحيدة القادرة على أنها تساعد في الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية، وتساعد مصر بقوة بالذات، لأن السياحة دي فلوس سريعة جدا وبيستفيد بها المواطن وبتستفيد بها الدولة، وما فيش حد ما بيستفيدش، حتى اللي بيزرع أرضه بيستفيد. وعندنا طبعا مشروع التجلي الاعظم هيبتدي افتتاحه في منطقه سانت كاترين، وهو بتوجيه خاص من فخامه الرئيس السيسي. وعندنا طبعا مرسى علم، وزي ما قلت لك تم افتتاح مطار فرانيس على اساس كل مرسى علم تشتغل، وفي مشروع لميناء يخوت كبير جدا هيتعمل داخل مدينه مرسى علم، هتبقى مدينه تدخل لمصر مليارات المليارات. صحيح. فعشان كده المستقبل واعد، والسنه دي ان شاء الله نعود لعام الذروه اللي هو عام 2010، بل ان شاء الله ده اكبر سجلنا فيه 14 مليون سائح، ده اكبر رقم سجلناه، وكان بعده 2019 13.1، واحنا السنه دي بنستهدف من 15 ل 16 مليون. والحقيقه انه صحيح يا استاذ مجدي كمان احنا بلدنا عندها ميزه تنافسيه في مساله السياحه، لابد انه يعني يتم استغلالها استغلال الامثل، انه احنا سوق سياحيه متوفر فيها جميع انواع السياحه الثقافيه والدينيه والشاطئيه وسياحه اليخوت وسياحه الاغنياء، ما فيش نوع سياحه
مش موجودة عندنا، حتى سياحة المؤتمرات مصر اقتحمتها بشكل كبير جدا زي ما تابعنا على مدار السنين اللي فاتت. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الخبير السياحي مجدي صادق على وجودك معنا.